السلام عليكم ورحمة الله متتبعينا الكرام، كدير مع الصحيحة؟ لاباس عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغينا نوريكم واحد النباتات جداد، ان شاء الله غادي نزينوا بهم الحديقة ديالنا اذا كتب الله. كاين واحد ثلاثة ديال الحبوقة هادو، صراحة الله تنشكر الام ديال الصديق ديالي، الله يطول في عمرها، الله يطول في عمرها يا ربي امين، ويخليها لوليداتها يا ربي امين. تنشكرها بزاف على هاد الحبيقات اللي عطاتني. هذا الصبار الاخوان، هذا الصبار انتم تشوفوا راه مازال صغير، هذا تيقولوا له الحكيم الاخضر او الاكينو كاكتوس، هذه هي السميه العلميه ديالو، وتيطلو اسم متداول هو الحكيم الاخضر، ان شاء الله غنديروا تاو في شي حبيق. هذا صراحه الله ما عرفش الاسم ديالو، هذا موجود بزاف في البيوت المغربيه، عطاتني هاد الحبيقات هادو، مازال واحد جوج ان شاء الله مازال ندير لهم الحبوقه ديالهم، ما بغيتش نصورهم دابا الاخوان. هاد النبات هذا كنت شريته ما درتلوش الحبق ديالو، عاد ان شاء الله ندير له الحبق ديالو دابا. هذا تيعيطوا له العنكبوت، نبات العنكبوت او ما يسمى بالغيلان، تيقولوا له غيلان الاسم العلمي ديالو. ان شاء الله غنديرهم في الحبيقات ديالهم، غنبداو بواحد بواحد، وتبعوا معنا ان شاء الله حتى الاخر، وغتشوفوا كيجيو ان شاء الله الشكل النهائي ديالهم. نتمنى هادشي يعجبكم ان شاء الله، وتابعوا معنا. اخوان كما تشوفوا هذا النبات هذا كانوا في الجناب ديالو، هادو الجدولة ديالو، لكن هادو كانوا مهزتين من الجدر، نحاول نحيدهم وندير لهم شي حبق اخر ثم كما تشوفوا حتى يجدروا، ديك الساعه نعاود ندير لهم شي حبق كبير. ولكن هذه شفتوا الشكل ديالها كي دايره، هذه زوينه، نحاول انني نديرها في حبق هذا كبير باش الا كبرات تلقى اتساع. نديرها هكا عمر بعدا التراب كافي. الاخوان هانتوما تشوفوا هاد النبته هادي كي دايره هنا بحال شكل ديال البصله، يعني فاش تيبش شي وحده، هادو هما الجدور اللي خرجوا جداد. شوف كي تشوفوا، انت تشوفوا الصبار كي داير، الشكل ديالو كي داير. دابا الاخوان نحاول نزرع هكا، انتوما تشوفوا الجدور ديالو باش ياخذ راحتو، هكا غيجي ان شاء الله، يجي هكا باش يجي واخد راحتو. غنحفر له هكا، اصلا هاد الحبق هذا درنا من تحت الحجر باش ما نبقاوش كل خطره نعاودو، درنا من تحت الحجر باش ما يهبطناش التراب، دوك التقيبات تنتقبو بعد هاد الحبق هذا، وتنديرو الحجر ومن بعد تنديرو التراب من الفوق، وعاد تنجيو تنديرو النقيله ديالنا هكا، غادي خصنا نزيدها شويه باش تجي طالعه. كيما تتشوفو الحبق خصو يجي هاد الحد هذا باش حتى الماء يبقى فيه سراح. ان شاء الله ندير لها هاد العبارة هذا. ثم الاخوان كما تشوفوا شي جدر، شوفوا الجدر هانتوما فين، نحاول ندكس هنا باش يشد راسو ميبقاش تيميل، واحد شويه على ترابي. البارحة الاخوان كنت دايس واحد القهوة واحدة انا سميتها كلاسيكو، ولقيت واحد البستاني تيصاد لهم تما واحد الحقيق، راه حنا انا والصديق ديالي انس لقينا تيصاغ بحبوقة، والحبوقة فاز كيد، وما يمكنش خصك تخليها تاي نشوف الحبق
ديك الساعه تصاوبوا باش ما ترموش الدنيا وترفازك وانت غتبقى تقد فيه راه ما يمكنش. ثم تشوفوا دابا كي راه مستقيم هي الشكل باش ان شاء الله الى كبرات وانا على يقين انها تكبر حاجه اللي تيدخلوا فيها الوالدين تيسهل فيها الله. اخوانا انتم كما تشوفوا مازال ان شاء الله غادي نضربوها شويه بالماء باش تبقى مرينه. وهذا هيا تبارك الله راه جات زوينه جات بحال شي جيمه. اخوان النبات ديالنا الثاني هو الحكيم الاخضر اللي قلنا هذا. اخوان فاش تكونوا تصاغبوا ردوا البال معاه راه فيه الشوك بزاف باش ما تقاصوش في يديكم. انا نحاول ندير له هكا نحاول نجيب الموز هكا هكا نحاول ندير له هكا ندير هاد الشوائب هادو اللي فيه هادو الاخوان. هاد البريصات هادو اللي تيطيحو تيعاودو ينبتو بلاصة وحدة اخرى حداهم. يعني خصك دير شوية حبر كبير بحال دابا هادي تجي في الوسط باش الا ناضو حداها ما يتقلوش عليها. كما تتشوفو الاخوان شي شكل ديالها كي داير من الجدر هانتوما نبات رائع. هذا الاخوان تيصبر الحرارة تيصبر الصهد لجميع المناخات تيصبر. هذا تسقيه مره في 15 يوم مره في المهم يعتني به وصافي دير فيه علاج. وهذاك راه هو الصبار تا هو تيصبر مقاوم للحراره. حاول نجد لها تجي باينه هما كما تشوفوا راه قطعتي النص ديال الطاسه خليت من البقاشات باش ما تراب ما يطيحليش. اخوان التراب كما كان راه تينوض فيه الربيع واخا يكون عارفين جبتيه غير هو خصك تنطويه. انتوما اخوان نحاولوا نحطوا في هذا النيفو هذا هو عالي باش يبقى هنا حتى البلاصه الى سقيتيه تيبقى شي ما خصوش يجي هكا في هذا النيفو هذا خصو يجي شويه يبقى واحد جوج سنتيم هكا التراب بين باش باش تسقيوه ساعتي. ثم تشوفوا هو نيفو قاد وعندكم شي تنساو تحطوا يديكم على هذا يديكم كامل غتشوف الاخوان. هاد النباتات هادو الصباريات هادو انواع الصبار. ديما التراب يكون عندكم في الدار الاخوان باش الا تشهي تيجي حويا قبل هذا تقادو تزرب عليه في البلاصة. علاش الاخوان تندكسو هنا باش الجدرة ديال الحبق شاد راسها مزيان وما تبقاش تزعزع واخا تهز الحبق واخا غادي ماشي دكس عاوتاني تا يتخنق. مو تنحيدو هاد الحجيرات هادو هادشي اللي كاين هنا نحاول نجيبو داك التراب الرقيع ونديروه من الجناب.
هي ما تقدروا الحبق باش تشوفوا جميع الجهات، ماشي غير جهه واحده. هادو ان شاء الله عقلوا عليهم الاخوان، هما غير يطيحوا ان شاء الله وغادي يتقادوا. انقادوا من المجتمع باش انتم كما تشوفوا الاخوان الشكل النهائي ديال الحبيق ديالنا. ها هو المكان ديالو، وندوزو ان شاء الله للنبتة اللي مازال لنا. اخوان هاد النبتة هادي نبتة العنكبوت، او ما يصطلح عليه الغيلان. الغيلان شو كي دايره بحال شكل العنكبوت. هادي راه تقريبا عندها شي شهر دابا باش جبتها، ومازال ما درتها بلاصتها. هاد اليوم ان شاء الله جاتها نديرها في هاد الحبيق هذا كما كتشوفوا، نديرها في هاد الحبيق ان شاء الله. اخوان هادي ما تتبغيش الشمس بزاف، يعني مكان يكون واصلو الضوء. اخوان هانتوما كما تتشوفوا، الا بغيتي تعرف النبات ديالك واش مزيان ولا لا، تجي هنا لتحت وتتشوف العروقه هكا، تيكونوا ما خامجينش، ما فيهمش الدود، ما فيهمش الماء، تيكون يعني النبات ديالك تياخد داك القدر اللي خصو ديال الماء، يعني تيبقى النبات نقي. انتوما كما تتشوفوا الاخوان، تابعوا معنا حتى الاخر، نديروها ان شاء الله في الحبيق. اخوان هانتوما تتشوفوا، نديروها هنا. ديما فاش ديروا الاخوان هكا الحبق، حاولوا طيحوا له هاد القنوته ديالو، ها هما طيحوهم بزاف عاوتاني، هما شويه كما تشوفوا غنشدو هكا بشعرة هكا. بصا انا نعمر عليها اخوان. هانتوما تشوفوا الشكل النهائي، مازال ان شاء الله غنضربها بالمقشوية هادو، غنقلمهم شوية من التحت، ولكن ماشي دابا، بعدا نحيدو بعدا هاد الروينة هادي، وديك الساعة هانتوما تشوفوا الحكيم الاخضر الصبار هادي، والله ما عرفتش سميتها. اخوان هاد النباتات هادو بثلاثة، هادو تيصبروا الحرارة، تيقاوموا الحرارة. العنكبوت بالنسبة للعنكبوت حاول تخليها بلاصة مظلة باش ما تهبش. انتما كتشوفوا الخضوريه ديالها، راه كاين الاخوان اللي فيها بحال هاد الخطوط هادو في جناب بويض، وكاين اللي فيها خضر ما فيهاش كاع الخطوط. تابعوا معنا الاخوان حتى الاخر، نشوفوا الشكل النهائي ديالهم بعد ما نقيسهم بالماء. اخوان غنستعمل دابا هاد الرشاش هذا باش نرشهم، باش نحيد منهم داك الغبره اللي كاينه، وفي نفس الوقت نسقيهم. انتما كما كتشوفوا الغبره كيولي تيبان، اش الا كثرنا الماء بزاف دابا حاليا في هاد الوقيته هادي، غادي توقع الروينه وصافي. اصلا هذا ما تيبغيش الماء بزاف. علاش نسقيوها هكا؟ باش النبات اول حاجه ما تيعمرش بالماء من الداخل، و تيتنقى على الربع، يعني تتحيدو من الفطريات هي اول حاجه. فوقيتها باش نقولو نسقيوهم، نسقيوهم بالليل ان شاء الله. نضربو شويه التراب باش التراب ما تيبقاش يطير. انتوما شفتو الاخوان، هذا هو الشكل النهائي الاخوان ديال النباتات ديالنا. وهذا اخوان، نخليكم مع هاد الصور ديال هاد النباتات هادو، وشكرا على المتابعه، وتابعونا ان شاء الله فيديوهات قادمه، والى اللقاء.